الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. الغجر. وفقاً لنيويورك تايمز، فإن 11 مليون شخص حول العالم وحوالي 1 مليون في أمريكا وحدها وفقاً لتايم يعود أصلهم إلى مجموعة عرقية تعرف بالرحالة أو الغجر جيبسيز. ووفقاً لمنظمة FRUA، فإن المصطلح جيبسيز لا يعبر عن الازدراء حيالهم، وإنما يعود إلى الاعتقاد بكونهم قدموا أصلاً من مصر. في عام 2012 خلصت دراسة نشرت إلى أن الغجر لديهم ظهور عال لصبغي Y و DNA الميتوكوندريا محددين يتواجدان فقط لدى ذوي الأصول الجنوب آسيوية. ويعتقد أن الغجر قد هاجروا من الهند إلى أوروبا منذ حوالي 1500 سنة مضت، وغالبا فإن عدة مجموعات تتشكل سوية تحت تصنيف الغجر، والذي يمكن أن يضم مجموعات عرقية منتشرة حول العالم حسب Open Society Foundations، وهم متنوعون ثقافيا إلى حد ما، لكن لديهم دوما روابط مشتركة. عانى الغجر من التمييز ضدهم بسبب لون بشرتهم الداكن، كما أنهم استعبدوا فيما مضى من قبل الأوروبيين، حتى أنهم وصفوا بالدخلاء أو الماكرين الغامضين الذين يعملون بالعرافة والسحر، وأنهم يقومون بالسرقة قبيل انتقالهم لمدينة ثانية. وفي الحقيقة فإن مصطلح جيب، والذي يعني المختلس أو الخبيث أو عديم الضمير، ربما يكون اختصارا لكلمة جيبسي أي الغجري، وذلك حسب NBR. ولغرض البقاء على قيد الحياة كان الغجر في ترحال متواصل، وأصبحوا معروفين بأسلوب الحياة البدوي والثقافة المنعزلة المتعصبة. وبسبب حالتهم كدخلاء أو غرباء وطبيعتهم التنقلية، فإن القليل منهم قد ارتاد المدارس، وبذلك لم تكن معرفة القراءة والكتابة منتشرة لديهم. لذا فإن معظم ما عرف عن ثقافتهم قد وصلنا عبر التواريخ الشفهية والحكايات التي رواها مغنوهم. المعتقدات الروحية للغجر. ليس للغجر دين رسمي، وفي الماضي ازدروا من الدين المنظم، أما اليوم فإنهم يتبعون الدين السائد في البلد الذي يعيشون فيه حسب FRUA، ويصفون أنفسهم بالنجوم العديدة المتناثرة على مرأى الله. فوفقاً لـ Open Society Foundations، فبعضهم كاثوليك، وبعضهم مسلمون، وبعضهم بروتستانت، وغيرها من الطوائف المختلفة. ويعيش الغجر ضمن مجموعة معقدة من القواعد التي تحكم الأشياء، أبرزها الوضوح والنقاء والطهارة والاحترام والشرف والعدل. تعرف هذه القواعد لديهم باسم رومانو، تعني بلغتهم التصرف باحترام كشخص غجري، كما يطلقون اسم رومانيبي على نظرتهم إلى العالم. اللغة. رغم تنوع مجموعات الغجر، إلا أنهم جميعا يتكلمون لغة واحدة تسمى رومانيس أو اللغة الغجرية، وهي ذات صلة بلهجة شمال الهند أو البنجاب. فوفقا لـ FRUA يتكلم هذه اللغة 5 إلى 6 ملايين شخص غجري في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. أزياء الغجر. تقليدياً يحب الغجر الغنى. في حياتهن اليومية تلبس النساء مجوهرات ذهبية وأغطية رأس مزينة بالنقود المعدنية، وذلك لإظهار الرخاء والكرم اتجاه الآخرين. وتحتل حفلات الزفاف مكانة بالغة الأهمية لدى الغجر، وفيها ترتدي النساء فساتين زفاف ضخمة مصنعة خصيصا، وتتنافس فتيات الجماعة الواحدة في ضخامة وترف الفستان. وهذا ما وثقه البرنامج الأمريكي My Big Fat Gypsy Wedding. التسلسل الهرمي للسلطة. تشكل العائلات الممتدة من 10 أشخاص إلى حد المئات عصبة تسمى كومبانياس،
ويسافرون سوية في قوافل يقود كلا منها فويفودي، والذي تنتخبه العائلة لمدى الحياة ليكون رئيسا للجماعة. أما المرأة الأكبر سنا في الجماعة فتسمى فوريداي، وتعنى برفاهية الأطفال والنساء في الجماعة. كما يوجد داخل الجماعة صلات قربة وأحلاف صغرى تسمى فيتساس، وتتألف من عائلات لها سلف مشترك. هيكلية العائلة: وفقا لـ FRUA، يعلق الغجر أهمية كبيرة على العائلات الكبيرة الممتدة، وتتألف العائلات نموذجيا من عدة أجيال تعيش معا وتضم الشباب غير المتزوجين والأولاد البالغين والابن المتزوج وزوجته وأطفالهما. وفي الوقت الذي يصبح فيه الابن الأكبر قادرا على إنشاء أسرته الخاصة، يكون الابن الأصغر قد تزوج وأحضر زوجته وأطفاله ليعيش ضمن العائلة. ويتزوج الغجر عادة في سن صغيرة، غالبا خلال فترة المراهقة، وتكون أغلب الزيجات مدبرة من قبل الأهل، وتكون حفلات الزفاف مترفة تتضمن ملابس زاهية للعروس ومرافقاتها الكثيرات. ورغم أن الفتيات يشجعن على ارتداء الملابس المغرية خلال فترة المغازلة، إلا أنه لا يسمح لهن بممارسة الجنس قبل الزواج، وذلك وفقا لـ The Learning Channel. كما أن بعض الجماعات قد منعت زواج الفتيات قبل سن 16 والشبان قبل سن 17، وذلك وفقا لبي بي سي. مهن الغجر: للغجر تاريخ طويل من التدريب والتجارة والاعتناء بالحيوانات، كما عملوا بالحدادة وبإصلاح وبيع الأدوات المنزلية التي يصنعونها بأنفسهم. كما يعمل العديد منهم كمغنين جوالين مستخدمين الذخيرة الموسيقية الموجودة لديهم في جني المال. الغجر اليوم: بينما لا يزال يوجد اليوم جماعات رحالة من الغجر، فإن معظمهم يستخدم السيارات والبيوت المتنقلة من مكان إلى آخر، وليس الأحصنة والعربات التي استخدمت في الماضي. وغالبيتهم اليوم يعيشون في بيوت وشقق لا يمكن تمييزها عن غيرها. ونظرا للتحيز المستمر ضدهم، فإن العديد منهم يخفي جذوره الغجرية أمام العام ويعترف بها فقط أمام الغجر الآخرين. وقد أنشئ الاتحاد العالمي للغجر رسميا في عام 1977، وفي عام 2000 أعلنت الهيئة التشريعية الخامسة الغجر كأمة غير محلية. ويعد 8 نيسان أبريل اليوم العالمي لزيادة الوعي حول القضايا التي تواجه المجتمع الغجري، وللاحتفاء بالثقافة الغجرية بشكل عام.